أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم يحيى داود. لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة، في زرار أحمر تحت، انزلوا اعملوا اشتراك واعملوا لايك عشان يوصل الفيديو لناس كتير وتعرف ايه أحوال الطقس يوم الجمعة إن شاء الله. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الجمعة هيكون معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا. كمان في فرصة لظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، بيصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء. خلينا نعرف درجات الحرارة المتوقعة. الوجه البحري والقاهرة العظمى فيه 20 والصغرى 14، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 16، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16. جنوب سيناء والغردقة العظمى 22 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 12، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. دي كانت كل التفاصيل المتاحة لدينا دلوقتي عن طقس يوم الجمعة إن شاء الله. أي تفاصيل جديدة هتنزل هنحاول نبلغكم بها في جروب حالة الطقس يوم بيوم على فيسبوك. ادعوا أصحابك فيه وابعت لينك الجروب ليهم عشان يوصل لهم كل جديد. شكرا ليكم على المتابعة، مع السلامة.